السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح طريقة تحضير النشا المخصص لعمليات الترميم. والنشا المستورد في عمليات الترميم هو نشا الشوفة. يعني إحنا هنا نبص هنا، ده نشا ياباني ميد إن جابان، الجريد بتاعته عالية جدا، درجة النقاء بتاعته عالية، خالي من البروتين. هو نشا عمليات الترميم بيتم تحضيره بوضع الكمية اللي إحنا عاوزين نشتغل بيها، مثلا في 5 جرام 10 جرام، لأن هو بنحضره يوم بيوم. ان لو اتحضر اكتر من كده النشا بيبوظ. فاحنا مثلا من فاتحين كيس بناخد منه زي هنا، ونوزن الكميه اللي احنا هنشتغل بيها. سي مثلا 5 جرام مثلا، نجي 6 جرام تقريبا. طيب نحسب نسبه الميه اللي هياخدها قد ايه. نضرب الكميه دي مثلا في، نحط مثلا على ال 6 جرام حوالي 30 مللي ميه، تمام. نوصل هنا ل 36، وندود النشا. الله، بص كده ندور. النشا على ما اتكلمت قطعة واحدة، ما ينفعش طبعا نقدر نشتغل بيه. نبدأ نزود له المية على حسب ما احنا عاوزين. Yeah.